انه الفنان هشام كان جه قريب تجول بين المرضى وقعد يقول لهم على فكره يا جماعه انا فعلا خفيت، يعني مش عارف اقول لحضراتكم ايه، يعني ده شعور بجد جميل جدا ان فنان مصري يدعم اخوه الطبيب المصري في علاج الاخوه المصريين والعرب اللي كانوا موجودين في المكان، بيدي ثقه اكبر للساده الضيوف اللي كانوا موجودين في المركز. ايه الاجواء وعملت معاه ايه وكنت خايف ولا لا؟ يعني والحمد لله قبل كل شيء والفضل لله سبحانه وتعالى احنا بيض وشي معاه. هو صديق مريض عندي، صديق وعيله كبيره في مصر الجديده، كان بيحقن بنفسه والاستاذ ابراهيم توكل، وجاب اخته والحمد لله النتائج كويسه جدا. هو استريح بعد برضه ما كان، وهو كان راجل من رجال اعمال كبار يعني يقدر يعمل عمليه وكلام من ده، ولقيته يعني بعد ما اتحسن وجاب اخته والدنيا اتحسنت جدا. استاذ ابراهيم ده انسان رائع قوي قوي يعني، حتى عمه الحاج احمد توكل كان صديق شخصي الحمايه للدكتور محمد الله يرحم الدكتور محمد ويدي الصحه للحاج احمد، وجاي برضه عندي حقن الحاج احمد. الناس دي عيله كبيره قوي وناس تقال قوي الحمد لله رب العالمين وناس طيبين. فكلمني الاستاذ ابراهيم، كلمني قال لي انا هستاذنك، انا حكيت تجربتي للفنان هاني شاكر لانه صديق وبيننا نسب ومعرفه، عايز اكلمه. فقلت له طبعا تحت امره كده. فلقيته بيكلمني انا الموضوع كذا، قلت له تشرفني وكده. فالحمد لله رب العالمين احنا يعني في ميزه الناس مش واخده بالها منها. الاستاذ هاني لما بيقول انا كملت النهارده الجلسه الاخيره، يعني الموضوع مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، لا ده هو احنا اتفقنا هنعمل بروتوكول وهنبدا يا فندم كذا كذا كذا. وبفضل الله سبحانه وتعالى في اثناء البروتوكول علشان التحسن كان بدا يحس بيه بدري الحمد لله، عمل حفله في سوريا وانا فاكر كويس جدا، والفيديوهات بعتها لي وشفتها، وعمل حفله في البحرين برضو الحمد لله، وراح السعوديه اكتر من مره. لو لا قدر الله هو مش قادر او النتيجه مش كانت، ما كانش هيعرف يعني، دي حقيقه يعني. وده سفر مش والحمد لله رب العالمين ربنا يديله الصحه ويبارك فيه لانه هو انسان محترم يعني، عارف انت من الزمن الجميل. صح صح، ده قيمه لازم نحافظ عليها. فيعني ايه الناس بتحوزه وبيروح يقف، مش هو جميل قوي فعلا حقيقي. فالحمد لله يعني، يعني من ضمن الحاجات اللي كانت بتحصل لما كان بيجي العياده في المهندسين كانت الناس تتصور معاه وكده، ساعات اقول لهم يا جماعه معلش هو وراه مواعيد وبتاع. كان مره مسافر مثلا وما مرضيش ابدا يزعل حد، مرضيش ابدا الله. والله وده حصل، هو فعلا مرضيش ابدا يقول للناس لا معلش انا مستعجل، انا اللي بقيت اتكلم بالنيابه عنه. ورغم ذلك من على باب اوضه الحقن للطرقه للكوريدور لقدام الاسانسير الناس بتتصور معاه. ليه؟ لان هو فعلا محترم قوي قوي وانسان كويس جدا جدا. فالحمد لله من ضمن الحاجات الجميله ان الحمد لله فعلا يعني ربنا بيض وش معاه. بس ولما تلاقي مريض يقول لك انا اسمي صلاح شاكر، ده انا ابن عم الفنان هاني شاكر شخصيا، بيحن وقال لي وانا بحقنه، انا ابن عمه هو اللي قايل لي الفنان الكبير برضه يعني هاني ابن عم ابن عم الفنان هاني شاكر جه الفنان هاني مهنا لما يقول لي انا هاني شاكر، هو الفنان هاني شاكر قال لي عشان كتفه تعبه أيوه. هو اللي بعته. لا في حاجات تفاصيل كتير يعني، هو يعني بامانه يعني انا بشكره جدا لان هو فعلا قال لي لا انا عايز اعرف الناس. هو الفكره كان ممكن ايه، انا اسف برضو كان ممكن يقول لك خلي لي الموضوع ده سر، صح مش عايز حد يبقى في العياده، ممكن يجي بعد المواعيد صح، هاجي لك في وقت معين ومش عايز حد يعرف حاجه زي كده. ولكن هو علشان انسان طيب صح، انسان محترم، قال لك اعرف الناس انا ويعلم الله يعلم ان هو اللي طلب اعرف الناس بهذه التجربه. صحيح. فالموضوع ده لانه ده خير والحمد لله الدال على الخير كفاعله. صح. لا لك عرف الناس، الناس مش هتخسر حاجه، بل ان الحمد لله رب العالمين انت لما تقول للمريض انت محتاج 4 جلسات بامانه هتعمل منهم جلستين بتكاليف بسيطه والجلستين التاني مجانا. وربنا يعلم انا ببقى داخل احن المريض ما اعرف، وده يعني الجلسه دي بالفلوس ولا من غير الفلوس، لان الحمد لله رب العالمين الناس كتير يعني اذا حضرتك عايز تقول لي ان الحقنه اللي على المريض تيبيكال الحقنه المجانيه، طبعا تيبيكال طبعا، دي يعني حضرتك ما بيبقاش عارف ده النهارده مجانا ولا دافع. المهم ان حضرتك هتديله نفس الخدمه. في ايه صغنونه كده، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. ان لم تتقي الله في شغلك وفي تعاملك مع الناس، وانا دايما اقول انا هبقى في يوم من الايام مريض ومحتاج للطبيب، ربنا يديك الصحه، علشان الطبيب ده يعاملني كويس ويتعامل معايا بامانه ويراعيني، انا لازم اراعي المريض عشان ابقى انا خدت الجزاء.
لان هي غير كده لا الفلوس هتنفعك ولا حد بياخد فلوس في جيوبه هو. فهي ان الفكره فكره ان انت تتقي الله تعمل المريض المعامله. وانا اكتر حاجه ما بتخلينيش مبسوط ان المريض يقول لي انا الجلسه دي عايز اعملها بدري شويه او ان انا لسه عايز اخد دفع. اقول له طب اهدى، حاسس انه عايز اخد الجلسات في وقت سريع. لا، في تفاصيل، في بروتوكول محطوط لك. فعلشان كده بتمنى دايما وفي صلاتي الحمد لله يا رب اشفي كل مريض انا او غيري بيعالجه، لان يعني الموضوع ده مهم. انت بتاخد ثواب قبل ما بتاخد اي اجر. صح. بتاخد ثواب حقيقي. ده انت اعتبر ان انت وانت بتعامل المريض انك ده زياره. صح. انك بتعود المريض وزياره المريض سنه وليك الحمد لله رب العالمين. ودايما كده دايما خلي المريض يردد معايا كده ذكر كده واحنا بنحقن، بيبقى المريض نفسيا هادي. صح. مفيش احساس بالالم، وده شيء مهم جدا. الحاله النفسيه حالة مهمه للمريض. فالتفاصيل كتير. انا عايز اقف معاك برضو مش بس لمحطه الفنان انا شاكر، لا كمان معانا محطه مهمه وقيمه في مصر، الفنان حسين ابو الحجاج. الراجل ده هو محبوب الجماهير مش في مصر بس، في مصر والوطن العربي. علاماته معروفه في الفن واسماءه في المسلسلات والافلام محدش بينساها.